القاهرة الإخبارية تجهيز 40 شاحنة لإدخالها إلى قطاع غزة غداً. أفادت قناة القاهرة الإخبارية بتجهيز 40 شاحنة مساعدات الإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري غداً الاثنين. يأتي ذلك بعد دخول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية من رفح إلى قطاع غزة، والذي يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية وبالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية على سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. وكانت قناة القاهرة الإخبارية أكدت في وقت سابق من اليوم أن هناك 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح البري جاهزة للدخول إلى قطاع غزة في أي وقت. ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالي غزة، حيث أكد التحالف أن قوافل الإغاثة تضم مواد غذائية وأغطية شتاء وأدوية ومستلزمات طبية ومياه، وظلت أمام معبر رفح لمدة أسبوع حتى تمكنوا من إدخال 20 منها، وكانت الأولوية للأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن إدخال اليوم إدخال مجموعات أخرى من القوافل بها مستلزمات طبية ومواد غذائية وأدوية، موضحة أنه يتم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيرها الفلسطيني الذي يحدد الأولويات المطلوبة داخل قطاع غزة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.